الرحمن الرحيم. اسم كامل إلهام حجي، طالبة بجامعة الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. نشكر جامعة تنسيفت التي أتاحت لنا النقل المدرسي من أجل إجراء امتحانات بوجازات، ونشكر الرئيس الذي قام بهذه المبادرة لجميع الطلاب، وشكرا. معكم طالبة ياسمين البصري من كلية الحقوق والاقتصاد بمدينة مراكش. حنايا كنتواجدوا في جماعة تنسيفت بالضبط بأكدز، وكنشكر الجماعة اللي غتاخذنا من مدينة أكدز لورزازات باش ندوزوا امتحانات في هذه المرحلة ديال كوفيد اللي كاينة في المغرب، وكنشكرهم بزاف على هاد وسائل النقل اللي وفروا لنا ولجميع الطلبة. بعد الاتفاق مع لجنة الطلبة التي تمثل الطلبة قبل بداية برنامج الامتحانات التي قررتها الوزارة، وذلك بخلق مراكز القرب من أجل اجتياز الامتحانات الجامعية للجامعات المغربية، وسعيا في يعني لجميع الفصول المتعلقة الفصول المتبقية لبعض الطلبة بمركزين زابورة وورزاز ومركز زابورة، سعيا إلى خلق التواصل مع هؤلاء الطلبة وتلبية رغبة الطلبة من أجل نقلهم إلى هذين المركزين. غادرت الجامعة يعني وضع رهن إشارة هذه الطلبة نقل المدرسي متاح أو الذي هو في رهن إشارة ديال الجامعة التربية تنسيف، وتوضعت الحافلة تدور على الإشارة ديال هاد الطلبة هادو. وكاين واحد البرنامج ديال الامتحانات هادو بدءا من يوم 10 من شهر شتنبير إلى غاية 28 تقريبا ديال شتنبير. هاد الأيام هادو خلقنا يعني برنامج تنسيقا مع هاد اللجنة هادي، وخلقنا واحد البرنامج ديال تنقل هاد الطلبة هادو. الحمد لله بدات المبادرة وبدات العملية منذ يوم 10 إلى يومنا هذا، والحمد لله الطلبة كيتنقلوا لهاد المراكز ديالهم لاجتياز الامتحانات ديالهم في أحسن الظروف وفي إطار يعني هاد الجائحة اللي كاينة هادي. ربنا نطلب الله سبحانه وتعالى يدير عنا هاد الوباء هذا، وفي إطار تشجيع التندرس الجامعي وفي إطار المبادرات التي تخلقها جميع المكونات او الفعاليات يعني ديال المملكه باش تنجح هذه المبادرات هادو، باش الطلبه يدوزوا الامتحان ديالهم في احسن الظروف، وتمت العمليه الحمد لله في احسن ورا، وهي العمليه جاريه الى غايه تقريبا نهايه شهر شتنبير.